مساء الخير، مساء الانوار عليكم مشاهدينا اينما كنتم. نعدكم دائما بالجديد من خلال صباح مساء في مواضيع تهم الاسره العربيه اينما كانت. ومساء وصباح وايه الحلاوه دي، انا مش عارفه اتكلم. مساء الخير اسماء، مشاهدينا الافاضل من المحيط الى الخليج، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من صباح مساء. نتابع فيها اهم ما جاء فيها من مواضيع ومواضيع تهم الاسره، تعالوا نشوف. مفاجأة، الأطعمة منزوعة الدسم تؤدي إلى السمنة. شعوب الربيع العربي الأقل سعادة في العالم. انحراف حاد، درس فلسفي في رواية. اتحاد الكتاب المصري يناقش العراق بين ثقافتين. كشفت دراسة أمريكية قام بها البروفيسور رونالد كراوس مدير معهد بحوث مستشفى أوكلاند للأطفال أن الأفراد الذين يتناولون غذاء منخفض الدهون وعالي الكربوهيدرات لا يقلل هذا من نسبة إصابتهم بأمراض القلب. واو. المثير أن هذه الدراسة كشفت أن المرضى الذين تناولوا مستويات أعلى من الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان واللحوم الحمراء الطبيعية مع مستويات أقل من الكربوهيدرات كانوا أقل عرضة للمعاناة من نوبات القلبية. ويقول كراوس هذه الدراسة لا تعطي الضوء الأخضر للمرضى لأن يتناولوا الدهون والشحوم كما يشاءون، لكنها تعطي فكرة عن أهمية تناول كميات قليلة من المواد الدهنية الطبيعية المشبعة. يقول الباحثون أن انتشار الغذاء قليل الدسم ومنزوع الدهون ساهم في زيادة السمنة، فالأطعمة الغنية بالبروتينات كاللحوم الحمراء والمكسرات تسبب الشعور بالشبع، ويأتي بعدها الدهون المشبعة في الغذاء، ولكن استبدال الدهون بالكربوهيدرات في أغلب المنتجات الغذائية ساهم في زيادة الشهية وزيادة تناول الأغذية. كما أكدت الدراسة أن الدهون الطبيعية في الغذاء لا تسبب زيادة السعرات الحرارية، لكنها مع التمثيل الغذائي للطعام تتحول إلى جلوكوز بسيط يزيد من إفراز الأنسولين الذي يعمل على زيادة تخزينه في صورة سكريات وزائد منه إلى صورة دهون. معنا في هذه الفقرة الدكتور خالد عبد الفتاح استشاري التغذية والسمنة ليحدثنا عن هذا الموضوع، لكن قبل ذلك خلينا نشوف هذا التقرير. أنا باكل حاجات منزوعة الدسم كتير طبعا، وحاجات خاليه من الدسم ما بتعملش اي حاجه خالص. الحاجات اللي طبعا الاكل اللي منزوع الدسم بيساعد طبعا في ان الواحد يقلل نسبه وزنه في الدايت وكده. تعامل منزوع الدسم ده انا شايف ان هو بيخسسش ولا بيعمل اي حاجه ولا بيأثر، ملهاش لازمه يعني ان احنا ننزع منه الدسم ده. فعلا بتقلل الوزن، لو الواحد اتبع كده في حياته ما كانش وصل للوزن اللي هو فيه. انا ما بعمل كده مع اولادي بيقل وزنهم فعلا. فدي بتخنن الجسم او بتديله دهون، هو الجسم مش محتاج للدهون الزياده دي، هو محتاج قدر معين من الدهون بياخدها وبيستفيد منها الجسم، والحاجات الزياده دي بتبقى ليها اضرار على الضغط، اضرار على الكلى، اضرار على الجسم كله. يعني الجسم اصلا مش محتاجها، وخاصه بعد سن ال 30. لا اكله منزوع الدسم ولا اكله كامل الدسم، يعني لازم يبقى فيه تنويع في اي حاجه، لا اكل السكريات كتير ولا اكل حوادق كتير. انقاص الوزن لازم يكون في عامل مساعد، رياضه. عمر الطعام ما بيعمل دايت، لان ممكن الواحد بيزيد يعني من اي شيء، لكن هو بالنسبه لتنظيم مواعيد الاكل بس، يعني ننظم مواعيد اكله بيقدر يثبت وزنه او على الاقل بيقدر ينقص بعض الوزن يعني. وبعد متابعة هذا التقرير معنا في هذه الفقرة الدكتور مصطفى سعدون استشاري التغذية والسمنة يتحدث لنا عن الأطعمة الخالية من الدسم وخطورتها. دكتور ناكل ولا ما ناكلش؟ بالآخر بقى نعمل إيه؟ إن شاء الله ناكل، لازم ناكل، خالي من الدسم أو كامل الدسم لازم هناكل، بس إحنا لازم ننوه الأول لتعريف كبير، ولازم نحط تحته مليون خط الأول قبل اللي هو خالي من الدسم ولا خالي من السعرات الحرارية. خالي من الدسم ده معنى الفرق كبير جدا طبعا، لأن الناس بتفتكر إن كلمة خالي من الدسم إن أنا أقدر آكل أي حاجة بكميات كبيرة وأقدر أعمل كل اللي أنا عاوزه، وخاصة الناس المجبرين على إنقاص الوزن، ودي مشكلة كبيرة بنقع فيها وبنقابلها كدكاترة التغذية. خالي من الدسم معناه إن هو تم نزع الدسم اللي فيه، فبالتالي أصبح قليل السعرات الحرارية وليس خالي من السعرات الحرارية. ولكن المصطلح زي ما احنا بنسميه فات فري، والمصطلح الثاني كالوري فري. الايه؟ الحليب للبن. الحليب تمام مظبوط. النهارده مثلا مثال، كوب الحليب بالكامل الدسم بيحتوي على 190 سعر حراري وفي 9 جرام دهون، لكن كوب الحليب الخالي من الدسم بيحتوي على 90 سعر حراري بس وفي 5 جرام دهون.
تمام. هي الفكره في ايه؟ طبعا هو الدهون او الدسم دوت حاجه كويسه مش حاجه وحشه، ولكن سعراتها الحراريه عاليه فبتتخزن في اجسامنا بسهوله. طب ليه حاجه كويسه؟ لان الدسم او الدهون المشبعه اللي هي موجوده في الاكل هي دي اللي بتدي الاكل النكهه او الطعم. طبعا ما نقدرش ناكل اكل ما فيهوش نكهه، وما نقدرش ناكل اكل ما فيش فيه طعم، ولكن علشان هم يتخلصوا من الدسم بيتم نزع كميه كبيره من الدهون اللي فيه، يبقى انا كده فقدت كميه كبيره من الطعم اللي انا ممكن والقيمه الغذائيه. طب هم يضطروا يعملوا ايه علشان يعوضوا دوت؟ بيعوضوا بالسكريات. يبقى انا عاوز طعم الفراوله، يبقى هجيب سكريات او دهون غير مشبعه، وهو ده الضار بقى اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، علشان يديني نفس الطعم. ممكن عاوز طعم الفراوله يديني طعم الفراوله، اي طعم انا عاوزه بيديهولي، ولكن وليس دهون طبيعيه او دهون مشبعه. اصبحت في الحاله دي دهون غير مشبعه، فهنا اصبح الخطوره من خالي الدسم. ولكن طبعا ننوه برضو عشان الناس ما تفهمناش غلط، ان خالي الدسم مش كله خطر. يعني مش كلمه خالي الدسم ما هيش مرتبطه بامراض، وما هيش مرتبطه بحاجات سيئه تحصل في الديمومه في العادي، مش مضر يعني. ولكن هي احنا بنتكلم النهارده عشان نصحح المفهوم الخاطئ، ان انا خالي الدسم مش اعتمد عليه في انقاص الوزن، ان انا اكل اي كميات، او ان انا اتوجه ان انا افتح طبعا كل حاجه بنفسي من غير ما اعتمد على تنظيم عدد السعرات الحراريه، لان انقاص الوزن او التغذيه السليمه بتعتمد على عدد السعرات الحراريه اللي جسمي محتاجها في اليوم. علشان طب دكتور، مين المضطر؟ يعني الانسان العادي بغض النظر كان مريض عنده مرض مزمن او لا، اللي هو لازم اجباري يعمل توازن في الموضوع ده، او يعني يمشي على الخالي الدسم ده يعني لفتره مجبر عليه؟ هو طبعا ما فيش حد مجبر ان هو يمشي على خالي الدسم، لان هي الفكره زي ما قلنا ان انا ممكن استغنى عن حاجات فيها سكريات او فيها دهون عاليه او فيها اي نسبه كبيره من البروتين علشان احصل على القدر الكافي اللي جسمي محتاجه. فانا هنا ما اصبحتش ان انا مجبر ان انا اخد خالي الدسم في اتجاه اجباري. ولكن طبعا في ناس بتبقى ممنوعه من حاجات معينه، يعني اللبن مثلا فيه نسبه بروتين عاليه، فانا مجبر ان انا الدكتور مانعني يعني لبعض امراض السكر او بعض امراض الكوليسترول العالي اللي هي احنا بنسميها ال دي ال، اللي هي البروتين الغير مشبع اللي هو اصبح ضار بجسمنا، لان في نوع تاني من البروتينات اللي هي الاتش دي ال، ودي جسمنا بيحتاجها. طب انا لما يبقى عندي نسبه الكوليسترول عاليه يبقى انا ممنوع ان انا اتناول حاجات بكميات كبيره. ممكن توصل في بعض الحالات فعلا ان انا امنع المريض نهائي ان هو يتناول هذا المنتج، ولكن خالي الدسم في الحاله دي مش هيعوض لي القيمه الغذائيه، يبقى هو بياخده بس علشان انا بحب المنتج دوت، فبالتالي مش قادر استغنى عنه. بس غالبيه المنتجات اللي في الاسواق الان دكتور اصبحت تنويه على انه اللايت، على انه منزوع الدسم، على انه خالي الدسم. دي الاكذوبه الكبيره، دي الاكذوبه الكبيره للشركات. وفي ناس اصبحت ثلاجاتها مليانه بس لبن وزبادي منزوع الدسم خالي الدسم. فانا اهلا وسهلا نورتينا. وانا كمان انا عندي علبتين تقريبا بس هروح اليوم. هي دي فعلا الاكذوبه الكبيره اللي الشركات لعبت عليها وحققت ارباح بالمليارات. طب يعني هذه الأطعمة ما بتساعدش على إنقاص الوزن؟ بتساعد على إنقاص الوزن لو إحنا دخلناها ضمن المنظومة الغذائية. أنا عاوز النهاردة أنت تاكليلي في اليوم 1200 سعرة حراري. يبقى أنا 1200 سعرة حراري من أشياء أخرى ممكن تعوض الناقص. يبقى أنت هتاخدي أكتر 1200 سعره حراري من خالي الدسم، هتاخدي كميه اكبر منها. ولكن مش ان انا بقى ال 1200 افتحهم ل 2000 سعره حراري، يبقى انا كده ما استفدتش من حاجه من كلمه خالي الدسم. في دراسه، اخر دراسه اثبتت ان اصلا الناس اللي بتتناول كميات كبيره من المنتجات خاليه الدسم بتبقى قابله للزياده 20% عن الشخص الطبيعي. يعني شفتوا العكس تماما زي ما احنا معتقدين، لان نسبه السكريات اللي بتعوض في المنتج خالي الدسم بتخلي الجلايكوجين الطبيعي اللي في جسمي ما يفرزش بكميات بكميات مناسبه، وبالتالي الجسم مش هيقدر يحرق او يزود الحرق فيه، فبالتالي انا هضطر اخزن الاكل، الجسم هيضطر يخزن الاكل، فهنا اصبح لعبه كبيره بتحصل في جسمنا واحنا مش واخدين بالنا منها. يبقى انا ممكن اختار منتجات بالنسبه لي فعلا بيكون سعراتها الحراريه عاليه اعتمد عليها على انها خالي الدسم، زي الجبن والالبان، ودي افضل حاجه ممكن نعتمد عليها. ولكن الـ 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 المياه الغازيه الدايت زي ما منتشره دي اكذوبه كبيره جدا. دايت في ايش؟ في كلها وخصوصا نلاقي مكتوب عليها الموضوع اللي يضايق طبعا، زيرو كالوريز. زيرو كالوريز ده مش موجود، مفيش حاجه في الدنيا زيرو كالوريز. انا اخذت منتج النهارده لو ميه، الميه مش زيرو كالوريز. طبعا فيها كالوريز، الميه نفسها مش زيرو كالوريز. فاصبح ان احنا هي هم ممكن علشان ما يكذبوش علينا، هم السكر الدايت نفس الفكره. انا السكر العادي المسموح لي في اليوم من 3 ل 4 معالق سكر في اليوم. هو بيكتشفوا انه كمان السكر الدايت بيعمل اشياء مثل تمام، وده لازم قلت لك ما لازمش ناكل من الاول. كل حاجه لا، هو بالذات انت نوهتي عن نقطه مهمه. السكر الدايت لازم يا جماعه واحنا بنشتري سكر دايت يبقى خالي من نقطه مهمه، خالي من الاسبرتام.
الاسبرتان ده اكتر ماده بتسبب فعلا ممكن كارسوجينيك زي ما احنا بنقول النهارده بتكون تسبب امراض سرطانيه وممكن تسبب لنا مشاكل كتيره جدا لانها بتغير من تركيب المنتجات اللي احنا بناخدها. فالسكر الدايت بالذات لازم واحنا بنشتري خالي من الاسبرتام، يعني دي معلومه كبيره كده نقراها لو احنا خالي حتى من الاسبرتام مكتوبه في بتبقى يعني مكتوبه هم غالبا بينوهوا عنها طبعا الا اذا كان منين الان يا دكتور اصبح للاسف انه حتى الاعلانات بتروج لمنتجات لا تصلح للحياه سليمه وصحيه. يعني ده يرجع لدور الرقابه طبعا وده يرجع لاقبالنا احنا ودورنا احنا في ان احنا نفهم ايه المنتج اللي احنا محتاجينه. طب الناس اللي بتطبخ بسمنه بلدي ايش تسوي؟ يعني طبيخها كله بالسمن البلدي. تمام، السمن البلدي احنا بص السمن البلدي زي ما قلنا ليها دور مهم جدا وليها فايده بس فيها نسب كبيره جدا من البروتين ومن الدهون طبعاً. الدهون بس هي فيها ميزه، يعني على قد ما احنا بنقارن النهارده بين الخالي الدسم وبين كامل الدسم لا هي فيها ميزه ان الدهون دي دهون مشبعه ففيها جزء صديق ليا انا بستخدمه عشان جسمي يحرق يديني طاقه، الدهون دي بتديني طعم بالضبط عشان كده احنا دايما بنلاحظ ان الاكل اللي معمول بالسمن البلدي ليه طعم افضل بكتير او ليه قيمه غذائيه عاليه عن اللي معمول بالسمن كل الحاجات اللي بتخن يا دكتور لها طعم اكيد عشان كده بقول لك بنصح كله ياكل طبعا الحاجات اللي بتخن عشان نشتغل في العيادات. دكتور ايش الفرق بين الدهون الطبيعيه وال زي ما قلنا برضو دلوقتي ان الدهون الطبيعيه نبسطها للمشاهد يعني. الدهون الطبيعيه هو في نوعين اتنين من الدهون بنسميها دهون مشبعه ودهون غير مشبعه او دهون عاليه القيمه الغذائيه الاتش دي ال ودهون قليله القيمه الغذائيه ال دي ال. الدهون المشبعه دي دهون صديقه جزء منها دهون صديقه مش كلها دهون صديقه علشان هي لو زادت عن الحد المعين في الجسم هتبدا الجسم يخزنها وبتتخزن في جسمنا في هيئه كوليسترول وطبعا ده ليه رقم في جسمنا لو زاد عن الرقم دوت بنبدا نعاني من مشاكل في السمنه. تمام الدهون السر كله في ان الدهون الطبيعيه بتصنع بشكل طبيعي ولكن الدهون الصناعيه بتهدرج هي كلمه هدرجه هدرجه تمام هي لا المول كبير المول كبير والله يا استاذه فاطمه اختصرتها من الاول ما ناكلش خلاص صوموا وتصحوا طب اقول لكم ناكل ايه؟ لا الحكمه ان نرجع للاشياء الطبيعيه نرجع للطبيعه فعلا وده هننوه ليه دلوقتي طب احنا النهارده ممكن طيب ما رايك ننوه ليه في حلقه جديده تكون معنا فيها عشان نفتح الموضوع بشكل اخر نعطيها زي مقارنه بين المشبع وبين المركب وبين المهدرج وغيره واحنا الموضوع في مول ما يعلم به الا الله. اي والله احنا ممكن نستبدل النهارده كلمه خالد تسلم يا دكتور شكرا لك ورقه بالحاجات اللي احنا دكتور مصطفى سعدون شكرا على وجودك معنا في شركه التغذيه. هنطلع على فاصل قصير وصوموا وتصحوا اسمعوا مني شكرا. بعد الفاصل مصر وتونس تتديلان قائمه السعاده العالميه. شركاء أسماء نتعرف على أهم أخبار الوطن العربي من خلال هذه الجولة في الصحافة العربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في الصحافة العربية، البداية من صحيفة الشرق الأوسط وتحديدا عن الأوضاع في اليمن وتحت عنوان مستشار الرئيس اليمني يحذر إذا وقعت الحرب ستكون شاملة، حيث قال فارس الثقاف مستشار الرئيس اليمني إنه إذا كان هناك من حرب فستكون الحرب المدمرة بين الحوثيين وقوى كثيرة على الساحة اليمنية بما فيها الدولة اليمنية، وستكون أيضا حربا على مجلس الأمن الدولي والمجتمع الإقليمي وستكون شاملة وستدخل البلاد في أتون أزمات مسلحة كما هو حاصل في طرابلس والعراق وغيرهما. وأضاف الثقاف أن اجتماعا وطنيا موسعا عقد في صنعاء وفي ضوء هذا اللقاء سوف تواصل اللجنة الرئاسية المفوضة بالحوار مع الحوثيين مشاورتها من أجل التوصل إلى حل سياسي. وأشار الثقاف إلى أن اللجنة ضمت أيضا عددا من المتخصصين مثل وزراء المالية والنفط والتخطيط ورئيس البنك المركزي اليمنية على أساس إعادة النظر فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكد الثقاف أن اللجنة لديها سقف زمني محدد بأربعة أيام من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي.
انتقالتنا التالية إلى صحيفة الحياة اللندنية وتحت عنوان داعش يلغي حدود سايكس بيكو. قالت الصحيفة وفقا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش أعلن قيام ولاية الفرات بعد ضم مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية والقرى المجاورة لهما في ولاية واحدة، وبهذا تمكن التنظيم من كسر الحدود التي رسمت بموجب اتفاق سايكس بيكو. وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها تنظيم ولادة ولاية تمتد أراضيها داخل الأراضي السورية والعراقية على حد سواء. من جهة أخرى قالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية قد تكشف خلال الأسبوع المقبل عن استراتيجيتها لمواجهة داعش في سوريا بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول التي شاركت في إلقاء مساعدات إنسانية بالمظلات على بلدة أميرلي في العراق. من صحيفة الخليج نرصد مقالا تحت عنوان واشنطن وداعش، حيث جاء فيه أنه بدأت ترتسم في الأفق ملامح استراتيجية جديدة تقودها واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي بعدما قررت ضرب قواعد هذا التنظيم في سوريا أسوة بالعراق، واتجهت إلى تشكيل تحالف دولي لهذه الغاية. وطرحت الصحيفة في هذا الصدد عددا من الأسئلة حول الاستراتيجية الأمريكية تجاه داعش في سوريا، ومنها هل سيتم ذلك بمعزل عن النظام السوري والاعتماد على المعارضة وحدها، أم أن تنسيقا معينا سواء أكان مباشرا أم غير مباشر ستفرضه ضرورات قيام الطائرات الأمريكية بقصف قواعد داعش، وما يتطلبه ذلك من إحداثيات ومعلومات استخبارية يمتلكها النظام في دمشق. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن الواقع يشي بأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تحمل في طياتها مزيدا من الغموض والتعقيد تجاه المنطقة، ربما يحسمه ظهور الطائرات الأمريكية في سماء سوريا، وما إذا كانت هذه الطائرات ستتجاوز الحسابات الإقليمية الدقيقة إلى ضرب قواعد النظام السوري نفسه، وبالتالي إشعال المنطقة بحرب إقليمية جديدة لا أحد يمكنه التكهن بنتائجها. أما صحيفة العرب الدولية فقد اهتمت بزيارة وزير الخارجية المصري السامح شكري إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وقالت تحت عنوان ربا تبدأ مراحل التنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب. إنها علمت من مصدر دبلوماسي أن الجولة الأوروبية التي بدأها وزير الخارجية المصري يوم أمس الأحد وتشمل كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ترمي إلى التنسيق والتعاون بين القاهرة وهذه الدول في مجال مكافحة الإرهاب والتباحث بشأن كيفية مواجهة الخطر الداهم لتنظيم داعش، وهي دليل على رد الاعتبار للرؤية المصرية التي تعمدت بعض الدول الغربية تجاهلها طوال الفترة الماضية. وأضافت الصحيفة أن مصر ستطرح رؤية شاملة لحل الأزمة الليبية والملف السوري والأزمة العراقية وكذلك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار الدوليين. وأضافت الصحيفة أن الخطوات التي تبذلها مصر مدعومة من قوى إقليمية مثل السعودية، وستحظى أيضا بالدعم الأوروبي والأمريكي قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الجاري، خاصة أن الدعوة التي وجهها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي لتشكيل تحالف عالمي لمواجهة تهديدات داعش قد وقعت كالصاعقة على رأس كل الذين رهنوا على استمرار التقاعس الأمريكي في مواجهة هذا التنظيم، حيث تمثل تحولا نوعيا في الموقف الأمريكي واعترافا من واشنطن بفشل سياستها طوال الفترة الماضية. أخيرا من صحيفة القدس العربي نرصد التطورات في ليبيا وتحت عنوان الحكومة الليبية تعلن فقدانها السيطرة على أغلب مقارها في طرابلس. نقلت الصحيفة إعلان الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب مقار الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا تجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية في طرابلس إن هذه المقار محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم، حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم. وأضافت أنه بات من الخطورة وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال.
مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا في الصحافة العربية. بعد قليل لنا وقفة مع الصحافة العالمية، انتظرونا. السعادة من بين 160 دولة شملهم تقرير عالمي عن معدلات الشعور بالسعادة بين الشعوب، احتلت مصر رغم ثورتها المركز 130. ليكشف التقرير عن جملة من المتناقضات وإشارات مؤشرها إلى أن دول الربيع العربي هي الأكثر شعورا بالتعاسة وخيبة الأمل، منها تونس التي جاءت في ذيل القائمة في المرتبة 160. يأتي في هذا الوقت الذي تتناقض فيه مؤشرات هذا التقرير الأخير مع مؤشرات وتقارير أخرى صدرت عن منظمات دولية تؤكد أن المصريين يأتون ضمن أسعد شعوب الأرض. إن شاء الله يا رب. يأتي التقرير تقرير الأمم المتحدة الأخير ليقترب من الحقيقة الصادمة، خاصة وأنه يستند لمؤشرات علمية، حيث يعتمد تقرير الأمم المتحدة على 6 متغيرات رئيسية يمكن أن تدلل على درجة سعادة الشعوب. هذه العوامل الستة هي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، متوسط العمر الصحي المتوقع، وجود شخص ما للاعتماد عليه، والحرية والقدرة على اتخاذ خيارات الحياة، والتحرر من الفساد والكرامة. ومن بين التقرير أيضا أكبر فائدة من الآثار الجانبية للسعادة، حيث يعيش الناس السعداء لفترة أطول ويصبحون أكثر إنتاجية وكسب المزيد من الأموال، وأيضا هم مواطنون أفضل. يسرنا أن نستضيف في هذه لمناقشة هذا الموضوع الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع. تعالوا نشوف رأي الناس في مضمون السعادة، أو ما هو مفهوم السعادة لكل مواطن، وبعدين نرجع. يمكن من رأيي الشخصي، يعني عشان احنا عندنا نسبة البطالة عالية، مواردنا واحتياجاتنا اليومية مش موجودة، حتى كمان يمكن الناس اللي بتشتغل مرتباتها مش مكفياها، فالمسائل الترفيهية عندنا مش متاحة، فهتلاقي النيجاتيف انرجي مليانة عندنا كتير في البلد، فده شيء أساسي وطبيعي، يعني ان احنا نخلينا من دول العالم اللي مش مبسوطة ترفيهيا. يعني كل الظروف صعبة، دوامة الشغل مع الحياة، فتلاقي كل حاجة صعبة، مش هتخلي حاجة، ما فيش مجال لأن أي حد في مصر يتبسط خالص. أنا رأيي إن الناس بقت قايسة مقاييس السعادة في حياتها بمبدأ الفلوس. يعني دلوقتي أنا باخد مرتب كذا مش هيكفيني في حياتي، فطول الوقت بقى ماشي في الشارع بفكر هعمل إيه، فبنسى او ما باخدش بالي من التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تفرق في حياتي. حد معدي بيضحك فاضحك في وشه، ده مبقتش موجوده. بقى كله بيفكر هركب الميكروباص ده ازاي وهدفع فلوسه منين، دلوقتي لو سواق قال لي كذا. فالناس كلها نسيت ان هي السعاده في لحظه حلوه بين اتنين بيحبوا بعض. انا اشوف اتنين بيحبوا بعض هلاقي لا ده في حاجه حلوه لسه، الاقي حد شايف طفحان ومش معاه فلوس، انا معايا فلوس بس انا مش مكفيني فلوس، بس غيري مش معاه فلوس بس لما ابص له كده الاقيه بيضحك في وش الناس، فما بقتش اشوفها. اللي هو من كتر ما انا مركز في نفسي وفي بالي وفي همي وفي اللي بيحصل لي نسيت لا في حاجه حلوه. والله في حاجه حلوه. شفتوا انا كم السعاده اللي على وجهي الان. يسرنا ان نستضيف الدكتور خالد عبد الفتاح، استاذ علم الاجتماع. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك. اهلا وسهلا دكتور خالد. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك سعيد؟ اتردد طبعا في الاجابه بس على المستوى استاذ علم الاجتماع. ما انا سالت نفسي السؤال ده ما عرفتش اجاوب. للأسف الشديد مفهوم السعادة نفسه هو محير للعلماء والمتخصصين، وفي بعدين في تعريفنا للسعادة. في بعد موضوعي مرتبط بشروط موضوعية ممكن ان احنا نقيسها، وفي بعد ذاتي حتى وإن كان البعد الذاتي ده متعارض مع الشروط الموضوعية. يعني بمعنى ان احنا ممكن نفترض ان الشخص اللي تعليمه جيد ومستوى معيشته مرتفعة وبيستفيد من خدمات مستواها مرضي من وجهة نظره هيحقق سعادة أو يعيش في مجتمع يتسم بشكل عام بالسعادة. وفي مقابل ده طبعا بهذه المقاييس الموضوعية. طب مين اللي يحدد المقاييس؟ يعني الدراسات بتطلع على أي أساس؟ المقاييس بيحددها متخصصين، زي بالظبط لما نقول إن المؤشر الخاص بالتنمية مثلا. طب حضرتك الآن المثال اللي أعطيته أنه واحد متعلم وعنده ظروف معيشية، في منهم ويروحوا على المخدرات وينتحروا يعني بالاخر، يعني شوف يعني عنده كل المقومات انه يكون انسان سعيد. ويليامز يعني اكبر مثل على انه كان بينشر السعاده، يعني المقاييس تختلف طبعا. احنا ما بنتكلمش عن حالات فرديه، احنا دايما بنتكلم عن الترند، عن النمط العام، النمط العام في المجتمع.
بهذه المؤشرات الموضوعية أنا يمكن أن أنا أقيس على مستوى المجتمعات وأرتب المجتمعات وأقول أن المجتمع ده مستوى في السعادة أفضل. يعني إحنا بنقدر نحددها من خلال الخدمات المقدمة للمواطن. مش الخدمات بس، مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات، منها الخدمات ومنها مستوى دخل الفرد ومنها نوعية الأعمال المتاحة ومنها تيسير سبل الحياة مش عارف إيه. تمام بالزبط. إن الحياة يبقى فيها ميل ما أو قدر ما أميل إلى الرفاهية. الرفاهية. كويس. ومقابل ده في مفهوم تاني ذاتي. إن إحنا نسأل الشخص السؤال المباشر اللي حضرتك سألته لي، أنت سعيد في حياتك ولا لا؟ حتى وإن كان حتى وإن كان من أفقر الناس، من أفقر الناس ولا يستفيد من أي خدمات. وهنا بتتدخل مجموعة كبيرة بقى جدا من العوامل اللي بتأثر في النظرة الذاتية في نظرة الشخص الذاتية للحياة بشكل عام ومنها السعادة. وده من مشاكل المجتمع المصري، المجتمع العربي كله مش المجتمع المصري بس. إن الخلفية الدينية بتخلينا في بعض الأحيان إن إحنا لا يجب علينا إن إحنا نمتعد، ولا يجب علينا إن إحنا حالة الرضا ننتقد الحياة أو ويجب دايما إن إحنا نحمد الحمد لله. الحمد لله طبعا نحمد ربنا في كل أحوالنا طبعا الحمد لله. وبنتصور هو مفيش حل هو لازم كده، وبنتصور إن هو ده، إن أنا عندما أسأل في أي وقت إن أنا بشكل تلقائي وفوري لازم أعبر عن درجة رضاي عن الحياة اللي أنا عايشها، خوفا من أن يكون هناك وجه آخر للعكس السعادة، خوفا من رد فعل ربنا. ما أنا ما حبيتش أقولها إنه أنت ناقم على حياتك ما بتشكرش الله ما بالضبط. بالضبط. إذن مفهوم السعادة بقى بشكل عام هو في بعدين، في بعد بيتعلق بفكرة الرضا، ودي اللي بناخدها في التعريف في المفاهيم الذاتية للسعادة. صح. وفي بعد متعلق بالنظرة المادية اللي هي بيتم اختصارها في البهجة والاستمتاع واللذة، ودي اللي مرتبطة بشروط موضوعية. للأسف الشديد نلاقي جزء كبير جدا من مجتمعاتنا العربية هي بعيدة عن البهجة والاستمتاع واللذة طبعا، حتى وإن كانت بتعبر عن إحساسها بالسعادة في حياتها اليومية. حتى في المجتمعات التي تتمتع بالرفاهية مثل دول الخليج اللي مفروض في خدمات رفاهية، ممكن نلاقي فروق. يعني ممكن نلاقي فروق، حتى يعني مش بالضرورة كل المجتمعات دي 100% يعني عندها إحساس باللذة والسعادة والبهجة، لأن احنا بشوفنا. طب دكتور، يعني الشعور بالسعادة طبعا يؤثر على الظروف الجيوسياسية للشعوب. مثلا في الدراسة تونس آخر دولة، مع أنه كانت دولة متطورة وفيها روح وفيها يعني لقيناها أقل شعوب سعادة في الترتيب 160 دولة. هل الظروف الجيوسياسية أثرت لهذه الدرجة خلت الناس تبتعد عن السعادة؟ بكل تأكيد، لأن هي الشروط الموضوعية مين اللي بيخلقها أصلا؟ اللي بيخلقها سياسات اجتماعية واقتصادية المفروض اللي بيتسبب فيها بالأساس وبالدرجة الأولى الحكومات. أنا بعمل سياسات بتحقق هذه الحالة عند المواطنين بتوعي ولا؟ وبالمناسبة ممكن نلاقي جزء كبير من المواطنين الأمريكيين هم لا يشعرون بالسعادة على الإطلاق. مستوى المعيشة في هذا المجتمع هو أو أسلوب الحياة، يعني أسلوب حياة جاف جدا، وبه كثير من الضغوط اللي بتخلي المواطن الأمريكي طول الوقت تحت ضغط الأقساط الشهرية طبعاً، وتحت ضغط ترتيب أو تأمين المستقبل وهكذا. أمريكا وأوروبا كل عايش على يعني في بعض الدول في أوروبا نلاقي المستوى فيها مختلف وأعلى. ما الدول أكثر دول سعادة حسب الدراسة هي النرويج فنلاقي حتى داخل النظم الدنمارك. حتى داخل الدول اللي بتتبع نظم رأس مالية هنلاقي فيه فروق في فروق بين هذه الدول. فالمسألة مش بس قدرة وقوة عظمى على مستوى العالم، لا، طبيعة النظام الرأسمالي في أمريكا مختلف عن طبيعة النظام الرأسمالي في دول أخرى ومنها أوروبا. في النظام الرأسمالي في أمريكا ونظام رأسمالي ممكن نسميه أو بعض المتخصصين يسموه نظام رأسمالي أناني شوية، يعمل لمصلحته مش لمصلحة الأفراد، لمصلحة الأفراد صح، لمصلحة رأس المال مش لمصلحة الأفراد، عكس اللي متبع في السويد والنرويج. والأفراد هم الوقود، الأفراد هم الوقود في إعطاء القوى. ويخلق دايما عند الناس وهم المال. المال صح. وعشان كده وده اللي خلينا نفهم بعض الأقوال اللي قالوها الإخوة في التقرير. إن من الزائف دايما إن إحنا نربط السعادة بالقدرة المادية. القدرة المادية صح.
هذه الفكرة اللي خلقها أصلا هو النظام الرأسمالي، وأن دايما الناس يخلق دايما عند الناس الوهم ده أن عشان تحقق سعادة أفضل لابد أن أنت على مال أكثر. تحقق قدر أعلى من المال، وعشان تحقق قدر أعلى من المال عليك أن أنت تشتغل أكثر أو تستهلك أكثر. وعشان تشتغل أكثر وتستهلك أكثر، هنا الاستهلاك بعض الناس بتسويه أن السعادة هي مزيد من الاستهلاك. دكتور إحنا بكل سعادة خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. تفضل. فاصل ونعاود الحديث مع دكتور خالد. بعد الفاصل تقرير دولي يعتمد الفساد مؤشرا بالتعاسة. بكل سعادة نستقبلكم من جديد. خلاص التيمة بتاعتنا بعد كده. دكتور خالد مازال معنا منورنا في الاستديو. في 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 ما زالت حلقة منقوصة. معنى السعادة، أنا أي شيء حلو في حياتي أستمتع به إذا هي سعادة، حتى لو حصل يعني وعكة كذا في الطريق وربنا شفاني منها وعفاني أشعر بالسعادة، لكن على مقياس الشعوب، على مقياس الشعوب تحديدا مع ثورات الربيع العربي اللي حصلت، وأعتقد أن مقياس السعادة اختفى. إحنا يوميا يوميا في مآسي، يوميا في أخبار تنقل من هنا وهناك جرحى وقتلى، و هيسيب أثر نفسي معانا المدة قد إيش عشان نقدر نتخلص من هذا الكابوس ونشعر بالسعادة حتى بصغار الأمور. كابوس إيه بقى؟ كابوس الربيع العربي. طيب إحنا يعني بداية أنا أتحفظ أن اللي حصل في من 2011 كابوس. وإحنا كمان. يعني. أو كابوس أقول لك ليش؟ هو مش تحيز للطرف أو لا. لا على تسمية الربيع العربي. يعني المصطلح ده إحنا مش أنا مش مقرر. المصطلح مرفوض، إنما الأحداث نفسها ما نقدرش نقول إن هي كابوس. قلبا وقالبا ما فيش كلام. إنما وأحداث غزة الدامية يعني. بس نفسي أشوف ملامح للربيع، شجرة خضراء، ورقة خضراء، شيء ما فيش. طبعا ده موضوع تاني، يعني موضوع ممكن نتكلم فيه في حلقات. تمام. انما خلينا نقول ان الاحداث الكبرى بهذا الشكل أه. هي ما بتغيرش في مقياس السعاده. تمام. حتى لو استمرت لفترات طويله دكتور ما تغيرش في المقياس نفسه، في طريقه قياسنا لسعاده الناس وسعاده البشر عمرها ما هتتغير، بس معدلات انتشار السعاده دي هي اللي هتتغير، زيها زي اي ظاهره اجتماعيه اخرى. بمعنى ان من المتعارف مثلا على سبيل المثال ان المجتمع المصري ده من اهم سماته انه يتسم بالفكاهه. اها. وكان في وروح الدعابه طبعا في اول القائمه، اصبح في ذيل القائمه. ده دلوقتي بيقول ان هو قل شويه وتراجع وكذا. ليه؟ لان في ظروف اقتصاديه وسياسيه وظواهر اجتماعيه جديده طرقت على المجتمع المصري خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. فده يخلي الإقبال الناس على الحياة بقى مختلف. مختلف طبعاً. مختلف طبعاً. وفكرة الإحساس بالسعادة هنا تخلي الناس تترجم عند بعض الأحيان زي ما حضرتك قلتي في بداية الفقرة، إن على الأقل وزي ما الزملاء قالوا في التقرير إن على الأقل أحس بالأمن. بالأمن تمام. أو على الأقل الضغوط والمشاكل الحياة اليومية تقل شوية. ليه؟ لأن المستوى المعيشي بقى ضغط جدا. طبعاً. وارتفاع جنوني في أسعار وخدمات الناس مش قادرة تلبيها. ضغوطات محيطة بيك من كل الجهات طبعاً. كثيرة. كل ده بيقلل من نظرة الناس للحياة وإقبالها على الحياة. انفتاحها على الحياة. ارتياحها الداخلي، ثم نترجمه بعد شوية درجة الرضا. والعبارات التشاؤمية دايما الموت المش عارف ايه بالزبط. احنا ليش عايشين، احنا ايش اللي بيحصل، خاصة فئة الشباب طبعا. بالضبط. الفئة العمرية اللي فبقى معدلات الرضا كمان قال اقلت طبعا، فضلا عن ان المعدلات دي ليها جذور من قبل 2011. يعني كان في معدلات بطالة عالية، في معدلات فساد منتشرة، في درجة عنف سيدة في المجتمع المصري طبعاً، تحرش جماعي بنتكلم عليه من قبل 2011 طبعاً. بالمناسبة نسبة جريمة عشان الناس بتنسى بصفرات غريبة بالزبط. ما كناش نتوقعها. كان في كمان ظواهر بين من قبل 2011 وجات 2011 زودت هذه الظواهر السلبية والأعباء والضغوط، فإقبال الناس على الحياة اختلف وانخفض صح. إلى حد كبير. يبقى ان احنا نقول ونأكد على فكرة ان من الخاطئ عند كل شخص ان هو يتصور ان السعادة تساوي فلوس حتى وان كانت الظروف اللي حواليا محيطة، وانه مهم للناس لكل فرد ان هو يبحث عن اشياء صغيرة جدا في حياته
ممكن تسبب له سعادة كبيرة جدا، سعادة كبيرة جدا، حتى ولو كانت عند بعض الناس ضحكة من طفل صغير، ابتسامة من ابن كذا لما في أسرة أو زيارة لشخص صديق زميل دراسة قديم إلى آخره. حتى ولو تطلب في بعض الأمر، وأنا بعمل ده أحيانا على المستوى الفردي، إن أنا أتمشى في شارع من شوارع القاهرة التاريخية لوحدي الساعة 7 الصبح مثلا، الساعة 7 قبل الزحمة. مش هي الفكرة، مش ما هي ما هو أنا بعد لك ضغوط الحياة اللي بتخلي الناس تفقد الاستمتاع حتى بشيء يفرحهم. 7 الصبح ليه؟ أنا بحاول أخفف عنك اللي هيحصل، أنت حر. مين اللي مستنيك؟ لا 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 إطلاقا، هي بس فكرة التأمل المكان اللي ما بيبقاش متاح مع الإزعاج والضوضاء. ده رقم واحد. رقم اثنين، هروبا من الحر، لأن الصبح بدري بيبقى الجو لطيف ويعني لسه الرطوبة والشمس ما سخنتش والرطوبة كده. عند بعض الناس ممكن السعادة تدخل عليهم في فنجان قهوة مع قراية جورنان في مكان ما هو بيفضله. دكتور بالنسبة للسيدات السعادة في الشوبينج مثلا، أنا مبلية بالموضوع ده. طب إيه تبرز؟ حتى مش هو طبعا ده هيجي على حساب الرجالة بعد شوية. لا لا على حسابنا. خلاص إحنا استقلينا بشخصياتنا، ما عاد فيش كده. أنا بس فعلا أنا لو مكتئبة والله العظيم، يعني أنا لو ما اشتريتش وحتى لو عندي منها وعارفه انه عندي وعارفه انه مش هستخدمها، اشتريها فبشعر بالرضا وبالسعاده وممكن ارجع البيت وانا مرتاحه نفسيا. كويس. هنا بقى انا مش بعمم، وهنا عند اللحظه دي بالتحديد مش مطلوب التعميم. المطلوب ايه؟ المطلوب لكل شخص ان هو يتامل ذاته، هو ايه بالظبط اللي بيحقق له سعاده. ما هو بيرجع ينقلب ادمان بعدين، انك طول الوقت في ما تتخانق مع زمايلك تروح تشتري حاجات، تجلس في البيت تعبان تنزل تشتري حاجات. مش ظاهره عند الستات يعني بصفه عامه، مش بالضروره الشوبينج يعني، بس انا اقصد ان مهم لكل شخص ان هو يتامل ذاته وان هو يسال نفسه هو ايه الحاجه اللي بيعملها يحس فيها بنشوه، بنشوه سعاده. هي دي حتى لو كانت حاجه تافهه من وجهه نظر الاخرين، مش مطلوب ان هو ينتظر حكم الآخرين على أفعاله، هو بس اللي هيجد مردود هذا الفعل على نفسه. مش مطلوب أحكام، مش مطلوب حاجة تكون غالية قوي، مش مطلوب النظر للآخرين، لأن بعض الناس زي ما قلنا على وهم المال إن دايما التطلع لمستوى معيشة آخرين، ودايما بنقول للناس إن ليك إن أنت تبقى واهم ان انت لو حققت هذا المستوى المعيشي هتحس بالسعاده، لان عند هذه اللحظه برضه هتنظر لمستوى معيشه ناس اخرى او اعلى. فمش ده الفكره، السعاده مش دايما فلوس. ما هي الرأسمالية اللي وصلتنا ان احنا اللهث وراء الفلوس دائما هي مصدر السعادة. بالزبط. فدائما تزعل لو انخصم من مرتبك، تزعل لو رفضت من عملك، تزعل انه انت مش واثق ان الحياة هتكمل، وتفرح لما تاخد مكافأة عشان هتصرفها في السوق وهتشتري سلع وهتدور المصانع وهتشغل الكلام مش لينا انا عارفة. مفاهيم كثيرة فعلا والله. طب دكتور، يعني في روشتة كده للسعادة ممكن نبسطها للمشاهد، مشاهد صباح مساء، لأنه الآن يعني الناس فعلا يعني كلامك قيم، ولكن الناس محتاجة إلى واحد اثنين ثلاثة، أنه إيه اللي ممكن يخليني في الظروف اللي أنا عايشة فيها أنبسط وأصير أصبح سعيدة ببساطة. ببساطة صح. هنا بنتكلم عن ثقافة السعادة. مهم، وده بالمناسبة مش مسؤولية أفراد بس، هنا مسؤولية الحكومات كمان. الحكومات إذا أرادت لمجتمعاتها إن هي تبقى مجتمعات سوية وتتسم بالصحة، لأن الإحساس بالسعادة وممارسة السعادة لها آثار إيجابية كتير على الصحة النفسية للأفراد. فلينا إن احنا نتخيل ربة منزل حتى قائمة على تربية أبناء وتنشئة أبناء، وهي بتربي أطفالها وهي سعيدة ومقبلة على الحياة، ولا وهي مكتئبة وممتعضة. مدرس بيدخل الدرس بتاعه بيشرح للطلبة وهو سعيد ومقبل على الحياة، ولا وهو مكتئب وممتعض. إلى آخره. مدرس هيدخل وهو مبسوط. إلى آخره مجموعة كبيرة من الناس. إذن عند هذه اللحظة وإحنا بنتكلم عن السواء والصحة النفسية والاجتماعية للمجتمع، تبقى مسؤولية حكومات. ده رقم واحد. انا باكد ده عشان بس ما فيش المتخذ القرار والمسؤولين من حرماننا من السعاده طبعا. ومهم ان التفكير في هذا البعد يصل على درجه التخطيط للموضوع كمان. صح صح. بمعنى ان مسؤوليه الحكومه فكره اتاحه حدائق عامه. أيوة. حدائق عامه للبشر، مش وجاهه
ولا فكرة تحسين للبيئة بس، صح. ده كمان مفيدة لصحة البشر ومصحة الناس، الناس تخرج برا ترتاح تشم هواء، مش ضروري أدخل مكان فايف ستار أدفع بالزبط. فلوس و... وإن ده بيدخل على بعض الناس إن ما كانش غالبيتهم يعني قدر ما من السعادة حتى لو ضئيل، ده مهم طبعا. فالطريقة دي من التفكير تبقى مسؤولية حكومات بالدرجة الأولى. طب دكتور معلش في الجزئية هذه، يعني في الدراسة بتقول مثل ما ذكرت في الأول أنه ثلاث أول دول عندهم سعادة هي قلنا الدنمارك والنرويج والسويد. لا السويد لا فيهم أعلى نسبة انتحار، يعني كيف تبرر التناقض؟ لا دي مسألة تانية. ما هو في تناقض. لا مش الانتحار ليس مقابل للسعادة بالمناسبة، يعني لأن الانتحار له تفسيرات اجتماعية كتيرة جدا 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 يعني وفي دراسات معمولة وعلم النفس وعلم الاجتماع عامل فيها دراسات ومن سنوات يعني في يعني من أولى الدراسات عن الانتحار عملها إيميل دوركايم من أول القرن العشرين من أوائل القرن العشرين يعني فاحنا بنتكلم عن 100 سنة دراسة معمولة يعني. ما هو يسبق الانتحار اكتئاب، يعني يكتئب بعدين ينتحر بالضبط بس هنا سعيدة اللي هو عارفها انا سعيدة حنتحر بيمروا عندهم نسبة يعني الاكتئاب شديدة جدا الانتحار وعالية تفسيرات كتيرة جدا مش بس فكرة السعادة. في مجتمعات زي اللي عندنا ممكن نقول ان بعض الضغوط الحياة وفقدان فرص في الحياة تخلي الناس تقبل على الانتحار، زي اللي مش لاقي وظيفه وحد متخرج بتقدير جاي يعني بتقدير مرتفع ومش لاقي فرصه يحقق بيها ذاته الى اخره. انما في بعض المجتمعات الثانيه ما احنا شفنا ناس ناجحه جدا وعندها اموال كثيره جدا 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 طبعا وصل لشهره عالميه جدا جدا بس هو وصل لقدره لدرجه ان هو مش لاقي حاجه في الحياه يعملها صعبه بالنسبة له أو بتمثل له تحدي متوفر فكل شيء متوفر وما عندوش يعني ما عندوش يعني صعوبة في انه يلاقي يعني كل شيء قدامه ده مشكلته في الحياة. عند الانتحار له تفسيرات تانية كده الرضا مهم جدا مهم ان احنا ما نربطوش او ما نحطوش على النقيض من السعادة انه الغنى معناها السعادة بالزبط. وان الفقر والتعب بالزبط. يعني بالزبط. النصيحة التانية زي ما كنا بنقول من شوية على مستوى الأفراد إن الناس تسعى وراء مهم إن الناس تسعى وراء السعادة تسعى وراء وتبذل مجهود من أجل التفكير فيها والتخطيط ليها إن تطلب الأمر طبعا مع الأخذ في الاعتبار إن السعادة محتاجة في بعض الأحيان وفي بعض الممارسات اقتصاد طبعا زي المصايف وزي الأجازات الطويلة وزي عشان ما تقلبش تعاسة بعد ما الفلوس تخلص فعند مستوى معين محتاجة تخطيط طبعًا. وتخطيط مع الأسرة مع الأسرة مهم والحاجة الأخيرة إن الانتباه للأشياء الصغيرة في الحياة جميل يعني أنت ده مهم وعلى مستوى الأفراد الأشخاص مهم إن كل واحد يكتشف ذاته ختمتها بقول الفصل والله يعني جد دكتور شكرا لك وصفة السعادة السحرية دكتور خالد عبد الفتاح شكرا لك على هذه المعلومات القيمة تسلم فاصل ونعاود الحديث بعد الفاصل صراع الحياة والموت في رواية انحراف حاد ستدرج رواية انحراف حاد القارئ إلى عالم يعج بالمتناقضات والانحرافات الحادة عبر رحلة في سيارة ميكروباص تدور الأحداث حول شخصية غامضة لها فلسفتها الخاصة وطريقتها الاستثنائية في الغواية تلك هي شخصية صنع الله التي تأتي بالمعجزات الوهمية وتنتقل عبر الزمان والمكان وتراود أبطال الرواية بمستوياتهم الاجتماعية والفكرية المتباينة عن فكرة الخلود وقهر الموت تبدأ الرواية بلغة بسيطة لإيهام القارئ مرة أخرى أنه أمام نص بسيط عادي لن يحمله عبء الدخول إلى متاهات التأويل والبحث عن مقاصد الحروف والعبارات على أن الأمر في حقيقته ليس بهذه البساطة كاتب الرواية هو أشرف الخمايسي عضو اتحاد الكتاب فاز بالجائزة الأولى في مسابقة أخبار الأدب للقصة القصيرة سنة 94 وله روايتان قبل انحراف حاد
هما الصنم ومنافي الرب، وتلك الأخيرة كانت قد وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام 2014، كما وصلت الرواية نفسها إلى القائمة القصيرة لمسابقة معهد كيودي الصيني في العام نفسه، وللخميسي أيضا ثلاث مجموعات قصصية، وسوف تصدر طبعة جديدة من روايته منافي الرب قريبا في أو عن الدار المصرية اللبنانية. تعالوا نشوف التقرير، ايه رايك؟ ما رايك نشوفه؟ شوف. حسيت كذا ان انا كمان رحت مع الروايه. تفضلي. نتابع التقرير ونعيد الحديث مع الضيف. رواية جديدة للكاتب أشرف الخمايسي تم الاحتفال بتوقيعها وسط حضور عدد من الكتاب والمثقفين. والله الأستاذ أشرف الخمايسي مبدع كبير، مش محتاج آراء يعني. طبعا انحراف حاد أنا لسه ما قريتهاش، ولكن قريت منافي الرب، وبما اني ناشر المجموعه الجديده او الروايه كمان الجديده للاستاذ اشرف الخميسي بعد الكتاب القادم، فانا بقول انه هو كاتب مبدع يعني، لا خلاف عليه. انا شايف ان منافي الرب وبعدها انحراف حاد تقدر بسهوله تحط اشرف الخميسي في مستوى عالمي من حيث الفكر، اللغه، التناول، السرد. الرواية تناقش مسألة الخلود وفكرة الصراع مع الموت، وتناقش أمورا حياتية أخرى يعاني منها مجتمعنا. أنا مش قاصد اتجاه فلسفي خالص، الرواية لما تقريها مش هتحسي إن هي فلسفية بالتحديد، لا الرواية اجتماعية بتناقش حاجات تاني خالص، بتناقش قضايا مهمة يعني. فكرة ورد الصنم مثلا أساسها قصة حب، الراجل بيخلد قصة حب مع مراته. منافي الرب فيها تشعبات إنسانية كتير تاني غير مسألة فكرة الموت بالتحديد. هي دي الفكرة، الخيط المغزول لغاية الآخر، لكن حواليها أحداث اجتماعية كتير. برضو انحراف حاد هي فيها يعني حد من النقاد قال إنها بتتناول فكرة أطفال الشوارع، بتتناول النصابين، بتتناول البنات اللي هم بيهرب بيحصل لهم ظروف فيضطروا للبغاء. في كذا موضوع إنساني بيبقى موجود جوه الرواية. جدير بالذكر أن الكاتب أشرف الخميسي قدم للأدب المصري عددا من الروايات التي نالت إعجاب القراء، منها منافي الرب التي أثارت الجدل في الأوساط الثقافية. مها سراج، الغد العربي، القاهرة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الروائي أستاذ أشرف الخميسي. مساء الخير والعافية عليك. أهلا مساء الخير لحضرتك. أهلا وسهلا بكم. مساء الخير وأهلا بك أستاذ أشرف. يعني انحراف حاد بيخض العنوان للوهلة الأولى، يعني إحنا أمام رواية أدبية فلسفية يعني. هي كان عنوانها الأول ما يخضش قوي. كان عنوانها الأول لن تستطيع الصبر. لا الانحراف أحلى. الثاني انحراف حاد جه نتيجة إن دار النشر اللي هي المصرية اللبنانية رأت ان ممكن يكون العنوان الاولاني تقيل شويه بالنسبه للقارئ، فطرحت عليا يعني اقترح اكثر من عنوان ثاني. المنهج ان الكاتب يغير عنوان روايته كان من كام سنه ما ينفعش يعني، كان اعتزاز الاديب بروايته انه ما يغيرش فيها اي حاجه ولا العنوان، لان العنوان يرى ان هو معبر عن الحاله اللي كتبها وخلاص على كده. لكن احنا لينا فترة حاليا بنتعرض لحاجة مبهجة جدا، اللي هي ايه؟ في قارئ يقرأ الروايات حاليا فعلا، في حاجة اسمها بيست سيلر، في حاجة اسمها قارئ انت عايز تروح له، فمفيش أي مشكلة انك انت يطرح أي عنوان هو وانك قارئ. انت تتكلم، وان احنا كمان نؤمن بحاجة اسمها المحرر داخل العمل الأدبي، يعني مفيش مشكلة ان انا برضو ان انا اسمع وجهة نظر الدار في المكتوب جوه، لأن هي بيهمها الرواية زي ما بتهمني بالظبط، لأن هو شايلها معايا. طيب فأنا قعدت مع نفسي، أنا يعني طلع عيني في المسألة دي، إن أنا أقعد بقى اقترحت بتاع 10 عناوين كلهم مش عاجبيني، بما فيهم انحراف حاد برضو مش عاجبني. اديت العناوين للدار، فطيب أنت ترشح إيه؟ قلت لهم ولا واحد عاجبني. طيب لا بس أنت لازم تختار حاجة. فأنا اللي حصل في اختيار، وأنا أرى هنا ان فعلا التوفيق الرباني ليه دور كبير قوي. طبعاً. انا فعلا حسيت طبعاً. اني انحراف حاد الروايه دي كانت يجب ان تسمى انحراف حاد مش لن تستطيع الصبر. ليه؟ لان ما هياش مثلا الفكره جوه منحرفه بس في حد ذاتها، لانها بتتكلم عن فكره كبيره، فكره ان الانسان هل ممكن يتحصل على خلوده بايده ولا ايه؟ فدي فكره منحرفه، يعني مش منحرفه بايظه، انما منحرفه يعني انت بتنحرف عن السائد. عن الخط. ما هياش كمان مجرد ان مثلا الميكروباص بينحرف. لا ده أنا نفسي انحرفت مع الرواية، بمعنى أنا مثلا كنت من الناس اللي من الأدباء المؤمنين
بأن الكتابة ما ينفعش انك انت تقعد على المكتب وتكتب عدد ساعات معينه كل يوم. صح. كنت ارى ان هذا يعني ازاي يعني واحد مبدع يعمل كده، يعني دي وظيفه، احنا بنتعامل مع الكتابه كده كوظيفه ما ينفعش. انا عملت ده في انحراف حاد، الزمت نفسي بان انا اكتب فتره معينه وعدد كلمات معينه كل يوم، فده كان انحراف حاد عن 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 اسلوبك. طب خليني انا في الكتابه استاذ اشرف، خلينا نعطي فكره للمشاهد الذي لم يقرا الرواية الآن عن الانحراف بنفسه. أنا دلوقتي يعني ممكن يكون أصعب سؤال يوجه لحد صاحب حاجة إنه يتقال له إيه الفكرة، أو مش إيه الفكرة، ملخص. ملخص. الملخص ده هيبقى طب خطوط عريضة صعب. خطوط عريضة. لا لا، الخطوط العريضة هي أنا في الرواية دي بكمل، أو الدرجة الثالثة في الفكرة أو المشروع، كلمة كبيرة حكاية مشروع الرواية دي، إنما أقصد اللي هي إيه الفكرة أو الهاجس اللي عامل لي مشكله انا كروائي. اللي هي ايه يعني، انا مثلا حياتي الخاصه، انا اؤمن جدا باني اذا اردت شيء احققه. لا اعتقد ان في معوق ممكن يعوقني طالما انا عايزه، تمام. وده لي انعكاسات حتى في الثقافات، في اي حته، اذا اردت شيء سيتامر كل العالم عشان احقق لك الكلام ده، او هتجمع طاقتك الايجابيه كلها انك تستقطب اليك، تمام. فانا اؤمن بده، يعني اؤمن بحكايه ان انا اللي عايزه بتحصل عليه، يجي دلوقتي يجي بعدين، لكن طالما انا نويت اعمله هيتعمل. الحاجه الوحيده اللي انا مش لاقي لها صرفه الموت. الموت. انا مش عايز اموت. الموت ايضا من ضمن كتابه هي الروايه. هي الدرجه الثالثه، او اللي هي فكره مناقشه الموت نفسه، خلود. الحاجه الوحيده اللي انا مش عارف اهرب منها، او مش قادر اهرب منها بارادتي، ان انا ما اموتش. انا عايز ما اموتش، بس انا شايف ان الموت قادم، انا شايفه على ملامح وشي، انا شايفه يعني مهما تعمل. فانا بقول ايه، يبقى اذا كان الموت هو منتصر فعليا ان انا اوجه له حته خربشه. كيف تسوي؟ عليا ان انا اوجه له الروايه القاضيه. تمام. يعني استاذ اشرف، ما خفتش من رده فعل المتلقي القارئ، يعني من انك تمس نقطه يعني جوهريه زي موضوع الموت؟ اقول لحضرتك، اذا كان المبدع حيخاف من شيء فما يبدعش. تمام. المبدع حضرتك كاتب ولا مبدع؟ لا، انا مبدع، انا ارى هذا. يعني انا من النوعيه اللي الناس ترى ان انا مستفز، او ان انا ارى نفسي، او انا مغرور. انا مش مغرور، انا اعرف قيمه نفسي، او اعرف قيمه اللي اكتبه، انا معتد بذاتي. لكن باخرج، طب انا بنيت اعتدادي بذاتي على ايه؟ مش على ذاتي، انا بنيه على اراء الناس الثانيه. لو لم يقل الناس او النقاد او القراء ان عملك جميل، يبقى انا عبيط لو قلت على نفسي ان انا لمسوا اختلاف في منحى كتاباتك، لمسوا اختلاف في طرحك للمواضيع، لمسوا اختلاف في تضمينك لمفاهيم الحياه وفلسفتها في عبارات ممكن تثير الجدل حتى. تمام. كلمه انحراف حاد هتاخذك الى مكان ثاني، هيجذب نوعيه من القراء، فبالتالي هيبداوا يركزوا على الكتاب. ايش الانحراف؟ الانحراف وفي نفس الوقت انحراف في فلسفه الحياه. انت حتى انحرفت عن مسار الموت بطريقتك، يعني بشكل يمكن مش مطروح بفكرة عادية. بس المضمون نفسه، يعني لفين وصلنا؟ وصلنا إلى فكرة إن إحنا نبدأ نختلف مع أنفسنا، نبدأ نطرح أطروحات مختلفة في حياتنا، ولا إيش المضمون منها؟ لا، أنا المضمون والهدف والغاية إن إحنا نتفق مع أنفسنا. نتفق. أنا شايف إني الأيديولوجيا الفكرية أو الدينية تعمل إيه؟ بتعمل انقسام جوه الانسان نفسه، حال الصراع ما بين روحه وجسده. انا عايز اقول ان الاديان مش كده، الاديان في حقيقتها هي عباره عن اتفاق ما بين الروح وبين الجسد. انا عايز اقول ده، يعني احنا حاليا لا نخضع للدين، احنا بنخضع لمفسرين الدين، وكل مفسر بيفسر بمزاجه وطبعا لتركيبته هو ولرغباته ولمدرسته لكن هو في حقيقته الدين، انا لا اعتقد ان الله نزل الأديان أو الرسل عشان خاطر إحنا كل واحد فينا يبقى تعبان نفسيا. لا طبعا. ولذلك إحنا عندنا مظاهر بتقول ده. أنا عن نفسي تعرضت لتجربة خاصة، أنا قعدت 8 سنين سلفي. ليه بقى؟
لاني 8 سنين سلفي من سنه انا سبت الحركه الادب. انا كنت في التسعينات واحد من الادباء الشبان اللي هم نجيب محفوظ كان بيرحب بيهم، انا فزت بالجائزه اللي كان مشرف عليها. لكن على الرغم من كده سنه 2000 انا سبت الحركه الادبيه نتيجه ازمه نفسيه لموقف سياسي مع القضيه الفلسطينيه. شفت وضع المثقفين، حسيت انه مش مع القضيه الفلسطينيه مظبوط، او ما خدوش رد الفعل المناسب زي ما خدته حتى الفنانين، احنا ما خدناهوش. فده خلاني انا من الناس اللي مش مؤمنين بحكايه ان انا مش بفرح بحكايه اسمي على كتاب. لا، انا ما زلت اؤمن بان الكتابه لها هدف، وان الاديب او المبدع ورسالة. هو صاحب كلام كبير بس هو حقيقي. يعني احنا دلوقتي بنحاول نقول ان لا، الفن للفن ومش عارف ايه، وموت المؤلف او موت القارئ في نظره ثانيه. لا، فلما لقيت ده ما تحققش سبت الحركه الادبيه. وبعد كده بقى راح حاصل الدخول لجماعه الدعوه والتبليغ اللي هم السلفيين، رحت فعلا مع السلفيين وعشت 8 سنين سلفي مشوار طويل اليوم. والحمد لله هم ناس مسلمين. استاذ اشرف، خلينا نسمع بقيه مشوارك مع السلفيه بس بعد الفاصل. تمام، تفضل. فاصل ونعود الحوار. بعد الفاصل الروايه العربيه الى اين؟ أستاذ أشرف الخميسة، أهلا بك مرة ثانية. قبل الفاصل كنا نتكلم على تجربتك في دخولك في المعمعة في السلفية، وماذا يعني استخلصت من هذه التجربة؟ تمام. في أنا طبعا دخلت السلفية دي أقسام، يعني جماعات كتير. تبدأ باللي هي الجماعة البسيطة دي، الدعوة والتبليغ. في الحياة السلفية خلتني بقى أدخل الفهم الديني، أشوفه من جوه. أنا لما دخلت السلفية دخلت بروح الأديب، وده اداني فرصة أن أنا دايما يعني في ذات في أنا وماشي بنتقد حاجات معينة، بشوف إيه ده، والتدقيق وليش وليه. أيوة، مش داخل مسلم معاني، يعني داخل أشوف. فالفترة اللي أنا مريت بيها في السلفية هي اللي أتاحت لي، أو هي اللي مهدت لي، أو هي كانت الأرضية لمناف الرب ولانحراف حاد وللروايتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. احد اللي انا بكتب في احدهم دلوقتي، في واحده فيهم. في السلفيه في مشكله مع، يعني ايه، احنا تنافرنا في ايه؟ انا عايز اهزم الموت. السلفيه والاديان عايشه عشان الموت. تمام؟ انت بتبتسم في وجه اخيك عشان خاطر الموت. انت بتتهيأ للتعامل مع الموت، وانا مشكلتي مع الموت. تمام، انا عايز اقهر الموت وهو الـ بس الـ قناعاتك الشخصيه انت بتنقلها من خلال كتاباتك؟ قناعاتك الشخصيه انت تنقلها من خلال كتاباتك؟ يعني انت تخاف من الموت؟ انا نفسي ان هو مثلا يلحق العلم ويتقدم ونكتشف حل لموضوع الموت ده. اذا انت يعني لغيت سنه الله في الارض؟ لا، هو مين قال ان سنه الله في الارض الموت؟ الحياه والموت وجهان. اقول لحضرتك طبعا، هي ربما تكون هذا. احنا دلوقتي فعلا وصلنا، تبحث على الخلود ولا تزود بس في مده معينه؟ ما تفرق. لا، هو ما هو احنا لو زودنا مده معينه معناها ان ممكن نزود مده اطول. ممكن يعني اقصد اقول الاستنساخ هو موقعه مع الموت انتصر فيها الانسان. ان الانسان يؤجل الشيخوخه هي موقعها مع الموت انتصر فيها الانسان، لكن بمعطيات من رب العالمين. هو اعطاه الادوات اللي يقدر يتعامل معاها. الله اعطى الانسان طبعاً القدره على انه يتغلب. وانا ما ببعدش الانسان، انا مؤمن بالله. لا ابعد الانسان عن الله، لابد من علاقه مشتركه ما بين الله والانسان. وليس تغلب، هو تاجيل. لا لا لا، وحتى لما حتى لو افترضنا ان الانسان توصل لهزيمه الموت فهي بامكانيات اعطاها الله للانسان. وضعف الانسان عن الوجه الاخر انه حتى الان لم يستطع اكتشاف علاج للسرطان. ايوه اكيد، يعني بس قدراتنا محدوده، لن نستطيع الخروج خارج. لا انا علي انا كمبدع بقى، ان هو ده الانحراف الحاد. قناعه حضرتك دي لكن قناعتي انا ان الانسان يستطيع مع الوقت ومع التعليم والتقدم انه يمكن، ده حلمي تمام، انه ممكن يوصل لهزيمه الموت. طب ده ادب ولا فلسفه؟ والله انا عاده انا من اقل الناس قراءه في الروايات، وال حتى الجماعه اصدقائي والنقاد يضحكوا عليا لما يقولوا لي كام قريت كام روايه، فمعتقدين ان انا قريت مثلا 1000 روايه ولا حاجه، فاقول له 18 40 او 20 حاجه زي كده يعني. فلكن انا احب اقرا في التاريخ، احب اقرا في الجغرافيا، احب اقرا في علم الاجتماع، احب اقرا الفلسفه مش قوي. بس انا خدت فتره من حياتي برضو بعد ما سبت الحركه، قبل ما اخش السلفيه
كنت راعي غنم، تمام؟ احب قوي يعني فراعي الغنم ده برضه بيدي ليه فلسفه اخرى في الحياه. انا بحب انا عايش حياتي ببطء، عايشها ما بلهش، بحب دايما كل لحظه الاستمتاع باللحظات تعدي. ولذلك انا مؤمن بفكره اني خد 100 فكره من كتاب وما تقراش 100 كتاب عشان تاخد من كل كتاب فكره. لا، حاول كل كده. فالحياه ماشيه معايا بالهدوء ده يعني. منافي الرب، الاسم برضو كمان في تخصص تخصص في الانحراف، انحراف الاسماء. منافي الرب كان عنوان، انا برضو الروايه دي منافي الرب ما كانش عنوانها منافي الرب في الاول، كان في الاول اسمها فواحات العطور. فواحات العطور، وبعد كده بقى بئر الراهب، وبعد كده صدع العنوان في وشي انا وبكتب، زي ما بيقولوا يعني تعبير مجازي، انا وبكتب اول كلمه منافي الرب انا وبكتب حسيت ان هي دي العنوان. خلاص العنوان منافي الرب هو عنوان فعلا لافت، عنوان مشاغب. ايش قصدك به؟ منافي جمع منفى. الرب هو الله. الله منافي الله. الله. الله تمام. طيب ايه المنافي اللي هي بتاعت الله؟ اقرا الروايه جوه بقى واعرف ايه هي منافي الله. يعني هنا الكلمه مع 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 سريع الحكم من مجرد الكلمه يستفزوا ويعتقد ان الروايه مثلا بتعمل مشاكل مع ربنا، في حين بالعكس ده الروايه بتحاول قوي 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 تقرب. ان هي تقربك من ربنا. يعني افهم فهم جديد يخليك تحب ربنا. ربنا ما هواش القاسي الجبار العنيف المستبد اللي هو دايما الشكل ده اللي بيوصل لنا، لا، في حاجه تاني، احنا في وجوه تاني متعدده، في حاجات تاني كتير خالص في علاقتنا مع ربنا. رب العالمين يقدم الثواب دائما قبل العقاب، يعني دائما التحبيب قبل الترهيب. تمام. طبعاً. انا كانسان يعني ابني دائما بتعامل معاه برحمه اكتر، يعني نادرا ما هدده بالعقاب، نادرا، فما بالك بربنا ومع البشر. احنا دايما الخطاب اللي متعرض لنا العقابات، العقاب 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 العقاب، فينك الحسنات دي بعدين يعني؟ انما دائما انت في حاله ترهيب، في حين انا اعتقد اذا كان البشر الانسان ما بيرهبش ابنه بالدرجه دي، فانا اعتقد ان الله ما هوش مش بيرهبنا، مستحيل. طب استاذ اشرف، خلينا نتكلم بصفه موجزه عن الحركه الادبيه في مصر، الى اين وصلت؟ والله انا ارى ان الحاله الادبيه في مصر حاليا الكتابه بقى اللي فيها فزلكة واللي فيها عمق أزيد من اللازم من غير ما تكون مقربة من الناس، هيبقى كتاب بيقراه ناس قليلين أو هيتركن على الرف. إنما إحنا محتاجين، أنا دلوقتي بقول كده يعني، أنا بقول يجب النظر باحترام شديد للموجة بتاعة الأدباء الشبان اللي طالعين، اللي هم بيكتبوا كلام خفيف قوي، تمام، بحيث إن إحنا نستفيد من حاجة معينة. عايزين نوصل للأدب الهجين، ماشي، اللي هو دايما حتى في افلام مصاصين الدماء يقول لك الانسان الهجين ده اللي هو بيبقى اقوى. اللي هو ايه؟ الادب اللي بيبقى فيه خفه التعبير واللغه اللي يستحملها القارئ ويحبها قوي، والتشويق، واللي بيبقى فيه الموضوع الثقيل او الفكره اللي تخلي الانسان ده هو انسان يتغير، يطلع بفكره من ما قرا، يطلع بتجربه، يبتدي يغير ثوابت عنده، يبتدي يفكر، يبتدي يفتح عينيه، يبتدي يشوف العالم صح، يشوف نفسه، يشوف انسانيته. احنا بنعمل، احنا في مشكله متعرض لنا قوي في حكايه الانسانيه دي. انا اعتقد ان احنا عايزين نعمل الادب اللي يكشف على الانسانيه بشكل جميل. استاذ اشرف، هو العائق يعني مثلا بالنسبه للشباب اللي تابعين لوزاره الثقافه او اللي امكانياتهم ما تسمح لهمش ان هم بيتكفلوا بطباعه كتبهم ويعتمدوا، هل هذا عائق او بالعكس دور وزاره الثقافه داعم؟ لا، انا هقول لحضرتك على حاجه. لو مش معقول مثلا هيطلع 3000 اديب او 4000 اديب، يبقى كلهم هيطلعوا 3000 اديب و4000 اديب للساحه. القانون الطبيعي والسنه اللي احنا بنتكلم عليها انه هيحصل، لازم الناس هتقع في السكه عشان يوصل واحد او اثنين، يكون هم او ثلاثه هم اللي حاملين الحركه الادبيه في التقويض ويصدروا. انا لا اؤمن بان في معوقات قدام اديب، قدام مبدع. لا اؤمن بان في معوق. المبدع الحقيقي زي الشمس، لن تستطيع انك انت تقف قدامه ولا تقف قدام الاضاءه بتاعته. فالمبدع الذي يعني اللي يقول اني انا مضطهد، انا الدنيا واقفه قدامي، انا كذا، لا، يبقى انت عندك مشكله. لم ترد النجاح، لم ترد الابداع حقيقه. اذا قدمت الابداع واحد نمره واحد في حياتك، قبل وظيفتك وقبل عيلتك وقبل اسرتك، الابداع هيخليك نمره واحد. اما اذا كنت خليت الابداع والكتابه هي نمره اثنين او نمره ثلاثه بعد اهتمامات اخرى،
فما تجيش تقول لي والله الناس الدنيا وقفت قدامي، انت واقف قدام نفسك قبل. هيكون هو كمان رقم خمسة في اولويات حياتك أكيد. فمش هتقدر تحقق منه اكيد. انا بناء على تجربه خاصه انا اعتقد ان انا طالع من تحت قوي، و 60 الف حاجه ممكن تكون كانت حاجز، انا مش عايز اقول انها كانت حاجز، لكن انا اعتقد ان متعه النجاح في انك تتخطى الحواجز. اذا لم تتخطى حواجز يبقى انت بني ادم، يبقى انت عندك مشكله. انت الان عضو في اتحاد الكتاب، يعني مكان تعتز به، ودائما هناك تدقيق على كل ما يصدر من خلالكم، ما فيهاش كلام. الروايات اللي جايه على ايش ناوي؟ في روايتين، وانا ليه بقول روايتين؟ لان انا من النوعيه اللي ابدا في روايه واجي سايبها لهدف معين، الفكره احس اني تتصمم. لا الفكره عشان اوصل لده قدامها روايه تاني. فانا عندي كنت بكتب في روايه اسمها ضيف الله، كنت هكتبها ضيف الله. وبعد كده لقيت لا، ضيف الله هي قمه الانتهاء من الفكره بتاعتي اللي انا ماشي فيها الهاجس ده. فدلوقتي بكتب في روايه الناس، انا كنت قلت على في الفيس انها راعي الغنم، انما هي انا خلاص انا غيرت اسمها، الاسم لن يتم تغييره ده لان اقتنعت بيه خالص. صوفيا هارون. صوفيا هارون؟ صوفيا هارون يعني ده اسم، بس مش اسم صوفيا وابوها هارون. تمام. لا انما هارون ده هيبقى حاجه ثانيه مفاجاه. هارون الرشيد. لا لا لا، انما هي الروايه بتدور برضه في نفس، مش نفس الـ لا الحادث اللي هو ده موجود. صوفيا اسم ولا من التصوف؟ نعم صوفيا اسم. لا أو صوفيا من التصوف اسم. فالروايه فيها قصه، في يعني مش هتكلم دلوقتي انما خلينا ننتظر. طيب يعني احنا نستضيفك لما يشرفني طبعا تخلص الروايه ان شاء الله. يشرفني جدا استاذ اشرف، شكرا لك على هذه المقابله، ونتمنى لقائك في روايات اخرى. اشكرك جدا، بس خف شوي على العناوين. شكرا لك استاذ اشرف. نطلع معكم فاصل قصير وبعدها نرجع، خليكم معنا. بعد الفاصل، طمس الهوية العربية هدف الأمريكان في العراق. فقرة الاقتصاد والمال والأعمال وآخر ما ورد في أسهم البورصة. أسعد الله أوقاتكم، جولتنا في أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. لاقى قرار السلطات السعودية بفتح سوق الأسهم المالية أمام المستثمرين الأجانب ارتياحا كبيرا لدى المختصين والمحللين الماليين. وقالت تقارير اقتصادية إن المستثمرين الأجانب كانوا قد تمكنوا سلفا من المشاركة في السوق بوسائل غير مباشرة عن طريق اتفاقيات مبادلة وصناديق التداول في البورصة، إلا أن السماح لهم بالتملك المباشر سيكون عنصرا هاما في تطور أسواق رأس المال السعودية، بل في تطور الاقتصاد ككل. ووفقا لمشروع القواعد المنظمة لاستثمارات الأجانب في سوق الأسهم الذي نشرته هيئة السوق المالية، يشترط على أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في السوق أن تكون تحت إرادته أصول لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار، وأن تكون له خبرة في نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها لا تقل مدتها عن 5 سنوات. قال صندوق النقد الدولي إنه أكمل مراجعة لبرنامجه لإقراض تونس، وإن مجلس المديرين وافق على تقديم شريحة ائتمانية بقيمة تقدر ب 217.5 ملايين دولار للبلد الذي يعاني اقتصاديا. وأضاف الصندوق بأنه بذلك يرتفع إجمالي حجم الأموال التي قدمها لتونس بمقتضى برنامج الإقراض إلى حوالي 1.1 مليار دولار. ووافق صندوق النقد العام الماضي على دعم تونس من خلال برنامج إقراض تبلغ مدته عامان وقيمته حوالي 1.74 مليار دولار. انتهى الإضراب الذي دعا إليه طيارو شركة جيرمان وينجز الألمانية المملوكة للفتهانزا، والذي استغرق حوالي 6 ساعات وأدى إلى تعطيل أكثر من 15 ألف راكب، حيث اضطرت جيرمان وينجز التي تتخذ من كولونيا مقرا لها إلى إلغاء 116 رحلة. ويطالب طيارو لفتهانزا وجيرمان وينجز الذين يصل عددهم إلى 5400 طيار، يطالبون الشركات الثلاث بالإبقاء على شروط التقاعد الحالية والتي تعطيهم الحق في التقاعد المبكر عند سن 55 عاما مع استمرار حصولهم على جزء من رواتبهم. يذكر أنه ولوضع حد لتوسع نطاق الاحتجاجات، دعت لفتهانزا نقابة الطيارين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في ظل الخلاف حول مزايا التقاعد المبكر.
نظمت 5 نقابات عمالية في الأرجنتين إضرابا عاما احتجاجا على ارتفاع معدل التضخم وللمطالبة بخفض ضريبة الدخل. وشارك في الإضراب عمال السكك الحديدية وسائق الشاحنات وموظفو البنوك تضامنا مع النقابات العمالية، فيما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في الأرجنتين. يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل التضخم في الأرجنتين خلال العام الحالي إلى 30% سنويا. أعلنت شركة جوجل إنها تعمل حاليا على تطوير طائرات بدون طيار محمولة جوا وقادرة على الطيران بنفسها لتوصيل الطلبات للمنازل. تأتي هذه الطائرات التي أطلقت عليها الشركة اسم بروجكت وينج لتمثل أحدث محاولات جوجل للتوسع خارج نطاق أعمال الإنترنت، والتي قد تساعدها على اقتحام أسواق مربحة منها التجارة وتسليم الطرود، ومما يزيد من المنافسة مع شركة أمازون. وقالت جوجل إن الأمر سوف يستغرق عدة سنوات من التطوير لإنشاء خدمة مع طائرات قادرة على أن تسلم العديد من الشحنات في اليوم الواحد. ختاما مشاهدين إلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر اليورو إلى 1.31 دولار، وظل الجنيه الاسترليني عند 1.65 دولارا. أما عربيا فبلغ سعر صرف الدولار أمام الريال السعودي 3.75 ريالا ومقابل 3.67 درهما إماراتي، ووصل أمام الجنيه المصري إلى 7.15 جنيها مصريا. ختام فقرتنا الاقتصادية، عودة لاستكمال باقي الفقرات. شكرا لكم. استضاف اتحاد الكتاب المصري أحد الرموز الثقافية العراقية وهو الدكتور غانم السمرائي في ندوة عنوانها القائمون عليها بعنوان العراق بين ثقافتين. ورغم اعتراض بعض الحضور على ذلك الاسم لأن الندوة تحدث فيها مثقفو مصر واستمعوا للضيف العراقي الذي تحدث عن محاولة طمس الهوية العربية من خلال الاحتلال للعراق. وقال السمرائي اصطدمنا بالتآمر الكبير والذي استهدف ثقافة وجذور الجذور التاريخية العميقة في الوطن العربي مرورا بالانحدار الثقافي الخطير الذي وصلت إليه العراق الآن. فالثقافة العراقية في ظل الاحتلال استهدفت من خلال قوتين الأمريكية والإيرانية. فهذه القوى الاستعمارية التي احتلت العراق كانت القوى القاسمة لتاريخها الحضاري. تعالوا معنا نطالع هذا التقرير. في إطار التواصل الثقافي بين مصر والعراق، نظمت لجنة العلاقات العربية والدولية ندوة أدبية بعنوان العراق بين ثقافتين في ظل المتغيرات المعاصرة. الندوة جاءت في إطار تفعيل العلاقات الثقافية بين مصر والعراق وتبادلها. الإشكالية في حديثي هنا هي أننا نريد أن نتحدث أو نعرف العراق بين ثقافتين، ثقافة ما قبل الاحتلال وثقافة الاحتلال وامتداده منذ عام 2003. الغريب أن العراق الذي عرفتموه بجلجامش وامتدادا من خلال كل الحضارات الرائعة وصولا إلى حركة التحديث في الشعر العربي الحديث، نازك الملائكة وبدر شاكر السياب ومن أعقبهم ومن أخذ الرأي منهم، تواصلت في هذا البلد عمليات الإبداع والتحديث في الفكر والأدب إلى أن صدم بالتآمر الخطير من قبل قوى عالمية كبيرة جداً. استهدفت قبل أن تستهدف النفط، استهدفت فكره وثقافته وعمقه وإرثه وشرايينه الممتدة في الوطن العربي. ما في شك أن هناك كثير من الملامح الثقافية التي تربط مصر بالعراق، بداية اللغة، فاللغة عنصر ثقافي هام بيربط الشعوب بعضها وبعض. تاني حاجة العقيدة، دول إسلامية، بعد كده الموقع، الدول العربية كلها في إطار الإطار العربي الكبير. فأنا لو بصيت للثلاث عناصر الأساسية دول هو المكان واللغة والعقيدة، هلاقي إن الزمان أيضا
ربط بين الحضارتين الكبارين اللي هي الحضارة بتاعة بابل وحضارة الفراعنة القدام القدامى يعني. ومن هنا بنلاقي ان هناك اكثر من عنصر في انعكس في العادات والتقاليد المتشابهة بين مصر وبين العراق. أقيمت الندوة في مقر اتحاد الكتاب ورأسها الدكتور صابر عبد الدايم، الذي استضاف خلالها المفكرة العراقية الدكتور غانم السمرائي، كما حضرها نخبة كبيرة من الأدباء والكتاب المصريين والعرب، أبرزهم سكرتير عام اتحاد الكتاب مصطفى القاضي والشاعر أحمد سويلم والشاعرة شيرين العدوي. كان على اتحاد الكتاب أن يبادر بأن يناقش هذه القضية بشكل مفتوح وبدون قيود، وأن يدعو مفكر كبير مثل الدكتور غانم السمرائي، وأيضا يدعو مجموعة كبيرة من المثقفين سواء كانوا طبعا المصريين أو العرب. في ظل الانحدار الفكري الذي يهدد الثقافات العراقية القديمة، ومع تراجع القيم الوطنية وطغيان اللغة العامية على الأدب، سعت الندوة إلى تسليط الضوء على كل العوامل التي أدت إلى وصول الثقافة العراقية إلى هذه الحالة من الضعف والوهن الشديدين. إسراء عاصم، الغد العربي. وإلى أخبار العالم في جولة الصحافة العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام وجولة جديدة في الصحافة العالمية، البداية من صحيفة واشنطن بوست، ونقرأ منها خبر تحت عنوان الأمم المتحدة تؤكد أن 69% من شهداء غزة مدنيون وإسرائيل ترفض. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن عدد القتلى من الجانب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة الذي بلغ أكثر من 2100 شهيد لم يثر جدلا بقدر ما أثرته بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تصنيف عدد القتلى الفلسطينيين، موضحة أن البيانات أشارت إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين بلغ 2104 شهداء من بينهم 1462 مدنيا، بما يشمل 495 طفلا و253 امرأة، وأن هذه الأرقام تعني أن 69% من إجمالي عدد القتلى في غزة من المدنيين. وعلى النقيض من بيانات الأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 1000 إرهابية على حد وصفه، وهو ما يعني أن نسبة القتلى من المدنيين أقل كثيرا عما أفادت به الأمم المتحدة، حيث تبلغ بذلك نسبة القتلى المدنيين حوالي 52% وفقا لتصريح نتنياهو. صحيفة نيويورك تايمز كتبت تحت عنوان تحالف مفاجئ بين أمريكا وإيران في معركة العراق. قالت الصحيفة إن القتال في شمال العراق شهد للمرة الأولى تعاونا بين الطائرات الحربية الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران لتحقيق هدف مشترك في ميدان المعركة ضد المتشددين من تنظيم داعش، وذلك على الرغم من أن إدارة أوباما أعلنت أنه لا يوجد تنسيق مباشر مع تلك الميليشيات. وترى الصحيفة أنه في حال استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية فإنها سوف تشير إلى تحول مثير بالنسبة لسياسات الولايات المتحدة تجاه إيران. وحذرت الصحيفة من استمرار الدعم الأمريكي للميليشيات المحسوبة على إيران، ما يؤثر سلبا على جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق تشارك فيها جميع المكونات، ويدفع المزيد من المكون السني إلى الانحياز للإرهاب. انتقلتنا التالية إلى صحيفة USA Today لنطالع عددها الأسبوعي الذي نشرت فيه استطلاعا للرأي يرصد المخاطر التي يشعر بها الأمريكيون في الفترة الحالية، خاصة بعد ظهور تنظيمات إرهابية تهدد العالم ورأيهم في سياسة الرئيس باراك أوباما. وأظهر استطلاع الرأي أن 71% من الأمريكيين يرون أن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة تمثل تهديدا كبيرا، فيما يعتقد 67% منهم أن تنظيم داعش يمثل تهديدا رئيسا لوجود الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن 65% يعتقدون أن العالم أصبح يواجه مخاطر أكثر مما كان عليه الحال قبل عدة سنوات، مقابل 7% فقط يرون أن العالم أكثر أمنا، و 27% يعتقدون أن الوضع لم يتغير كثيرا. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن 54% من الأمريكيين رأوا أن سياسة
سياسة الرئيس باراك أوباما الخارجية لا تتمتع بالحزم الكافي مقابل 3% فقط الذين وصفوها بأنها حازمة، فيما يجد 48% منهم أن الولايات المتحدة أصبحت أقل أهمية وقوة على مستوى دول العالم مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات. انتقلتنا التالية إلى صحيفة التايمز البريطانية وتحت عنوان العالم في لهيب. قالت الصحيفة إن الشرق الأوسط يواجه صراعات شبيهة بالحروب الدينية في أوروبا في القرن 17 ولكنها أكثر اتساعا، مضيفة أن النزاعات الداخلية والدولية وكذلك الصراعات السياسية والطائفية والعشائرية والمصالح القومية تسببت في تأجيج الفتن، حيث جرى استهداف المدنيين والقضاء عليهم بسبب انتمائهم الطائفي. وأشارت الصحيفة إلى أنه في الحالة التي تتفكك فيها الدول وتنهار سلطة الدولة فإنها تصبح ساحة للتنافس بين القوى المحيطة التي عادة ما تحافظ على قوتها وسطوتها دون مراعاة لكرامة الإنسان، موضحة أن الصراع حاليا في الشرق الأوسط ديني وسياسي وجغرافي في آن واحد، ويجب النظر إلى النزاع الطائفي الإقليمي على أنه تهديد للاستقرار العالمي، وأن عدم تحقيق ذلك الاستقرار يهدد مناطق شاسعة بالفوضى وبانتشار التطرف إلى مناطق أخرى كالنار في الهشيم. أخيرا من صحيفة التلغراف البريطانية وتحت عنوان أوباما عاجز عن اتخاذ قرار بشأن داعش، وفيه تساءلت الصحيفة عن السبب الذي يدفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى عقد مؤتمر صحفي كان من الواضح أنه يهدف إلى طمأنة قادة داعش بأن أمريكا لن تفعل أي شيء قد يخافونه، مشيرة إلى أن هناك تفسيرين وحيدين محتملين لا ثالث لهما لهذا الإحجام. أولهما هو أن الإدارة الأمريكية منقسمة بشكل كبير حول أسلوب مواجهة داعش، فبينما يؤكد وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان أن داعش تمثل تهديدا إقليميا لا يمثل أي عواقب فورية على الأمن القومي الأمريكي، يصرح بين رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن قتل الأمريكي جيمس فولي يرقى إلى مستوى هجمة إرهابية على الولايات المتحدة. وأما التفسير الثاني فهو نية الولايات المتحدة عدم التصرف بمفردها وأنها تنتظر تشكيل تحالف، وقد أشار الرئيس أوباما إلى ذلك مرارا، ما يعني أنه لا توجد خطة محكمة وهادفة للقضاء على خطر داعش حتى الآن. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا في الصحافة العالمية، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، نتمنى نكون قدمنا ما أمتع مشاهدينا إنما كانوا، والإفادة منكم بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.